الكونغرس الأمريكي لليوم 14 من أكتوبر 2021، وأمام ما سمي بالقوى الخمس أو الدول الخمس التي تشتري بشكل أكبر السلاح الروسي: الصين والهند، مصر، الجزائر وفيتنام. نجد أن هناك جرد كامل لهذا السلاح، وفي هذه الحلقة على وجه التحديد سنرى ما هي الأسلحة التي لدى الكونغرس قد تسلمتها الجزائر من روسيا. كما نرى في الجدول هناك 4000 كورنات 9M133 ضد الدبابات. وقع العقد في 2005 مع تحديث البي ام بي 1 نحو البي ام 1M، وهذه المدرعات نفذ العقد بشكل كامل في 2020 بإكمال هذه الصفقة، لا بخصوص الكورنيت ولا بخصوص التحديث أيضا. 400 من بيريزوك أكمل تنفيذ العقد في 2010 بعد توقيعه في 2005. 300 من 48 أن 6 صام، وهذا الصام أكمل تنفيذ العقد بشأنه في 2011 بعد أن وقع على العقد في 2006. هناك 900 صام 5-7E6 أكمل تنفيذ العقد في 2016 بعد توقيعه في 2006. 5 من رادارات كاستا 2A2 أكمل تنفيذ العقد بشأنها في 2016 بعد توقيعه في 2006. هناك 38 من 9-6K9 بانسير S1 أكمل تنفيذ العقد بشأنه في 2016 بعد توقيعه في 2006. 40 من توربيدو 53-65 أكمل تنفيذ العقد في 2016 بعد توقيعه في 2006. 500 من ميتس أم المضاد للدبابات أكمل تنفيذ العقد بشأنه في 2013 بعد توقيعه في 2006. غواصتان من مشروع 636 أو 636 أي كيلو في 2011 تسلمت الجزائر الغواصتين وأكمل تنفيذ العقد الذي جرى توقيعه في 2006. 3 من الاس 300 بي ام يو 2 فافوريت واكمل العقد في 2011 بعد توقيعه في 2006. واكمل تنفيذ عقد ايضا وقع في 2006 وجرى تنفيذه بشكل كامل في 2011 بخصوص 16 من ياك 130 للتدريب، وأيضا هذا الطراز من الطائرات القتالية. راداران من كاربورن أنفذ بشأنهما بشكل كامل عقد 2001 في 2012، يعني أن العقد وقع في 2001 ونفذ في 2012. أيضا هناك رادارات من بوزيتيف ME12 أنجز بشكل كامل أو نفذ وأكمل تنفيذه في 2012 ووقع هذا العقد في 2007. هناك 20 تاست 771 توربيدو أكمل تنفيذ العقد في 2013 ووقع على العقد في 2007. 30 من كي اتش 35 اي اس ام وأكمل تنفيذ العقد في 2013 بعد توقيعه في 2009. 16 من الصخوي 30 المقاتلة الام كي جي اف جي اي أكمل بشأنها التنفيذ في 2012 لعقد وقع في 2010. الأمر أيضا بالنسبة ل 120 من دبابات تي 90 أكمل تنفيذ العقد في 2017 لعقد وقع في 2011. 12 من إسكندر
9P أو 9P 78، وأكمل تنفيذ عقده في 2017 بإكمال شحنه إلى الجزائر، وعن عقد وقع في 2013. ألف من أتاكا 9M أو 9M أكمل العقد بشأنها في 2018 على عقد وقع في 2013. وهناك 100 من الصام 9M3 وأكمل تنفيذ عقدها في 2017 بعد أن وقع عليه في 2013. هناك 1 من بوك M2 صام أيضا وأكمل العقد بشأنه في 2017 بعد أن وقع في 2013. وستة من مروحيات 126 بعد أن أكمل تنفيذ في 2015 عن عقد في 2013. و42 من المي 28 MI، وهذه المروحية أنفذ بشأنها الاتفاق الذي جرى في 2013 في 2018. 4000 قرنات أخرى في 2017 نفذ بشكل كامل وصول هذه الشحنة لتوقيع تم في 2014. وأيضا غواصتان من مشروع 636 إي كيلو نفذ هذا العقد بشكل كامل في 2018، أي توصلت الجزائر بالغواصتين في 2018 عن عقد جرى توقيعه في 2014. هناك 203 من دبابات T90 وأكملت هذه الشحنة ونفذت في 2016 عن عقد في 2014. هناك 40 تيست 71 توربيدو، 40 من تيست 71 توربيدو جرى إنفاذها وإنفاذ الاتفاق بشكل كامل في 2018 عن عقد وقع في 2014. هناك 8 من المي 26 T2 وهذا أيضا نفذ بشكل كامل وتوصلت الجزائر بكامل ما في عقد 2014 كما وقع. وهناك أيضا 14 سخوي MKFGA وهذه أيضا جرى إنفاذها في 2018 بتوصل الجزائر بكامل الشحنة التي وقعت في 2015 في عقد منفصل. 11 من تايجر مدرعة في 2017 جرى نقلها بشكل كامل إلى الجزائر عن عقد وقع في 2015. وهناك 3500 أم أتاكا في عقد جديد وقع في 2016 وأنفذ ونفذ بشكل كامل وجرى إكمال هذا التعاقد ونقل الشحنة كاملة إلى الجزائر في 2020. هناك 300 BMPT 72 هذه المدرعة توصلت بها الجزائر بشكل كامل هذه الشحنة في 2020 عن عقد 2016. 14 من الميج 29 M مع ميج 29 M2 للتدريب فقط، وأيضا توصلت بال14 كاملة في 2020 عن عقد في 2019. وهناك 16 سخوي 30 أخرى في إطار التنفيذ وهذا الذي وقع في 2019 ولا يزال إلى اليوم 16 سخوي يتوصل بها الجزائريون بشكل متقطع، لم ينفذ بشكل كامل هذا الاتفاق الذي جرى في 2019.